برياضة حياة لي أكيد، لهيك الرياضة هي النشاط المفضل عند كثير من الناس. قديش بتعطي يمكن طاقة وبتفرغ الطاقة بمكانها الصحيح، قديش يمكن بتلعب على تخفيف الضغط والتوتر، لكن كثير من الأشخاص يمكن ما عندهم الأوقات الكافية لأنهم إنه يلعبوا يتوجهوا رياضة. للنادي ويلعبوا رياضة. أهمية الرياضة اليوم بحياتنا اللي عم نعيشها بشكل يومي، عم نشتغل يمكن لساعات طويلة، عم يكون في ضغوطات نفسية ومادية وجسدية، قديش الرياضة بتلعب دور لتفريغ هي الضغوطات بشكل صحيح. لنحكي عن هذا الموضوع أكثر معنا الكوتش لورا موكران. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباحكم فيكي. حبيبتي، هلا فيكم. يسعد صباحك كوتش، أهلا وسهلا فيكي. يعني هلا الكل ببداية فصل الصيف بيكون خاصة الصبايا دفويات نصاحة زيادة، ولكن صح. يمكن ما بيمتلكوا الوقت الكافي أنه هن يعملوا رياضة. صح. خلينا نحكي كيف فينا نحن ندرب حياة حياتنا اليومية، اللايف ستايل تبعنا يكون يعني من بداية من فائتنا الصبح لغذائنا، لأنه نخصص ولو ساعة أو دقائق قليلة لحتى نحمي حالنا بالرياضة. هلا أولا أنا المشكلة إنه إذا بدنا نحكي، هلا أول شيء بيلاقوها الصبايا صعبة. نحن بنفوت تدريجي شوي شوي، بنحاول نلاقي الشيء اللي نحن يعني بنحبه أو بنتحيز له أكثر من غيره. ممكن نحاول نبلش بالمشي بالشيء الخفيف، ممكن بعدين نتطور للشيء اللي نحن حابين انه نعمله مثل الرقص. كنا هلا عم نحكي مثل الرقص، مثل الايروبيك. انت الشيء اللي انت بتحبيه بلشي فيه ولو بتجربه، ولو انه انت ما التزمتي فيه مبدئيا، ممكن نحن نحبب حالنا فيه لما بنلاقي فيه نتائج، لما بنلاقي فيه تفريغ للطاقه السلبيه. فنحن بدنا نحاول بالشيء النفسي قبل ما هو انه لا انا بدي انحف، لا انا بدي انزل وزني. نحاول نحفز حالنا من جوا بشيء نحن بنحبه، لو كان مثلا خفيف، لو كان مو بشكل دائم او روتيني. مره على مره بنتعود، ولما نبلش هيك نلاقي نتائج لو على الخفيف فنحن بنحاول نصير انه نلتزم بهذا الشيء. فهذا اكثر شيء بقدر انصح فيه، انه نحن نحاز للشيء اللي نحن بنحبه. طيب كوتش، يمكن في كثير من الناس انه ما عندهم الوقت الكافي لانه يتوجهوا لنادي او لعند اخصائيه مدرب يعطيهم دروس، بس قديش مهم انا لما بدي بلش الرياضه لو بالبيت بلش بطريقه صحيحه، لانه في كثير من الناس يمكن بتبلش بطريقه خاطئه او تمارين. مزبوط. نحن بنعرف لانه الجسم بيكون نوعا ما مشدود شوي، بده شويه تمارين لتقدر العضله تاخذ وقت لتقدري انت تقدري تعملي تمارين صعبه نوعا ما تدريجيا. فالبدايه لازم تكون صحيحه. التمارين الخاطئه قديش بتاثر على الرياضة بشكل عام؟ حتى قديش يكون أنا جاي متفائلة بدي ألعب تمارين رياضية، صح. فممكن أعملها بطريقة غلط شيل الفكرة كلها ياتها من بالي. صحيح. هلأ أنا دائما بنصح أنه أول شيء الصبية لو سجل كتعتبرها ثقافة رياضية، تحاول تعرف شو الصح من الغلط. إذا ما قدرت تسجل لو بفترة بسيطة أو صغيرة، تحاول. هلأ اليوتيوب صار مليان عنا فيديوهات بتعلم كيف الطريقة الصحيحة من الخاطئة، بس يفضل كنصيحة إجباري من كوتش رياضة. فدائماً رح تنصح بأن التجربة الأولى تكون عند كوتش وبتحت نظر كوتش، لأنه إلا ما يكون في أخطاء أو في ثغرات هي ما ممكن تكون منتبهت لها، وبالذات اللي مو مارس رياضة قبل. فلا، أول شيء خلينا معلش نحاول نجازف أول مرة، أو مثلاً يكون في حدا عنده خبرة ممكن يعلمنا انه احنا مثلا شو نساوي بالبيت، يحاول مثلا يطبق لنا اياها قدامنا. فقدر الامكان يكون في مرشد لاول مره، بعدين الواحد بيتثقف بقى اكثر من على النت. في كثير فيديوهات هلا صارت، في كثير عالم عم تستفاد من عن طريق النت، في كوتشات صارت تطلع دروس اونلاين كامله بتوضح شو الصح من الغلط. فاذا ما قدرنا كان صعب كثير هذا الشيء، نقدر نعتمد شوي على الفيديوهات اللي هي عم تحاول ترشدنا يعني شو الصح من الغلط. فالرياضه الخاطئه قولا واحدا اكس، او في عالم حتى شيلي عن طريقه الحركات، ممكن العالم العدات او طريقه اللعب او استشفاء العضله، هذا كله يكون في عندهم خبره فيه، فهن ممكن يضروا العضله اكثر ما يستفادوا، وبالتالي هي بتقول لك انا ما استفدت، ما عاد بدي العب رياضه ومضريت وممكن تتعرض لاصابات لا سمح الله. فنحن دائما لا، لازم يكون في عنا ثقافه رياضيه لاول مره تكون تحت مثلا مرشد او يعني نستعين بشخص رياضي. نعم كوتش، خلينا نحكي كل السيدات بيقولوا لا انا عم بشتغل بالبيت هو اهم من 100 رياضه، ولكن يمكن هذا الشيء ما بيكفي. أكيد. وشغل البيت لحاله ما بيكفي. وفي بالمقابل ناس بتلعب ساعه وساعتين وثلاثه بترهق حالها كثير بالرياضه. صح. هل هالشيء صح وهل هالشيء صح ولا هلا لا هون صح ولا هون صح؟ تماما. هلا يعني اولا اذا
لعبنا كثير ساعات رياضه مع بيحرقوا الدهون اكيد ضرر ضرر. هلا اول شغله بالنسبه للست البيت انه انا بضب وبعمل وبساوي وكذا. هلا نحن اذا بدنا نجي لآلية الحرق يعني بتقول لك الركض ورا الاولاد الركض ورا الاولاد. هلا هو اكيد في اليه حرق عم تشتغل لانه نحن اوقات بالحكي فنحن عم يعني عم نحرق كالوريز. فنحن باي نشاط باي اكتيفيتي مهما كان بسيط بالجسم نحن عم نحرق، ولكن مو بالطريقة الصحيحة اللي نحن عم نحكي فيها كأنه نحن عم نشغل عضلات عم نشغل آلية حرق صحيحة. عم نحرق بطريقة رياضية ونظامية حتى عن طريق الغذاء عن طريق كذا. فغلط هي أول شيء. أي أوكي بتحرقي، ممكن أنه تنحفي، ممكن تحسي حالك ضبيتي، ولكن هي ما لها آلية حرق صحيحة أو بتعوضك عن الرياضة. الشغلة الثانية تبع أنه لا أنا ببذل مجهودة، لا أنا كنت أول شيء من هذا النوع تبع أنه لا أنا اليوم بدي ساعتين ثلاثة أذبح حالي خلص اليوم بدي نزل كيلو. هل هذا الشيء أكيد غلط، لأنه أولاً القلب له مجهود معين، العضلات له استقلاب معين ما بقى بتقدر تاخذ بعده، بالعكس نحن لما بنزيد عليها الجهد فهي بتوقف ما بقى بتعطينا استقلاب وممكن نحن نضرها. العضله لها اربطه، نحن كل ما شدينا بالعضله فممكن نحن يصير معنا تمزق بالعضله. كل ما شديناها فهي عم تتمدد اثناء الرياضه، ممكن انا ضر العضله تمزق لا سمح الله، او بصير انا مهيئه لاي اصابه، ممكن انا اقع بالطريق اتعرض لاصابه مباشره. فلا زياده بتفيد، بالعكس لازم يكون في للعضلات وقت بريك ضروري، وقت استشفاء عضلي، وقت رياضه معين، يكون وقت احماء معين. وبنفس الوقت انه هي ما لها فائده كثره الوقت، وما لها فائده اللعب بشكل متكرر على نفس العضله. مثلا انا خواصري معدتي بدي روحهم، فانا كل يوم رح العب خواصر ومعده. في 48 ساعه هي استشفاء عضلي، نحن كل 48 ساعه بنلعب على العضله، فبالتالي نحن خلال الاسبوع بننوع يوم مثلا رجلين، يوم فخذ امامي فخذ خلفي، يوم معده وخواصر، بنرجع بنعيد الترتيب نفسه بالثلاث ايام الثانيه. ففي معلومات كثير خاطئه بنرجع بنعيد، يا ريت يكون في مرشد او نصائح عن طريق الفيس عن طريق اليوتيوب باي طريقه كانت. طيب خلينا نحكي عن حد الادنى للوقت، يعني في كثير من الناس بتقول لك انه انا عندي شغل ساعات طويله، عندي التزامات، وخصوصا صحيح. الصبايا او ربات البيوت الامهات في عندهم التزامات عديدة يعني بالبيت، فالحد الأدنى إذا بدنا نقول يومين بالأسبوع كل يوم ساعة، ولا بشكل معتدل شو التمارين؟ يعني نحن بننصح المبتدئين، نحن يعني هلا مثلا نحن نظام الكورس عنا حنحكي عن الزومبا والأيروبيك 12 جلسة بالشهر، يعني ما يعادل يوم أي يوم لا. فهي من عدة إنه للبيجنرز المبتدئ على الرياضة. هلا في عالم تلعب يوميا، طبعا هذا بيكون بعد مراحل متقدمه، بعد ما يكون عنده خبره بانه هو كيف يلعب وكيف يريح وكيف ياكل و الى اخره. فاللي ما عندهم وقت نحن اقلها يوم اي يوم لا ساعه، يعني اكثر من هيك ما بتلاقي نتيجه فائدة. مع النظام الغذائي طبعا لو كان أكيد الوقت قليل بنلاقي طبعا اي فطبعا النظام الغذائي مشان ننبه هو 70% من موضوع آلية الحرق. النظام الغذائي لك انا بنعطي رياضه بس ما نحفت. ما انا اول وحده انا حتى لازم نظم، لانه انا اوقات ببرر للستات البيوت او اللي عندهم شغل او كذا انه الا ما الواحد يسهى او يلخبط او شيء، بس نحن لازم نرجع للوضع الطبيعي، لانه والا الوضع بصير كارثي ما عاد نقدر نلحقه. طيب كوتش، يلي بيلعب الرياضه وبيوقف فجاه بيقولوا بيزيد الوزن، هالشي صح وليش تفسيره؟ هلا هلان دائما بيقولوا انه انا ما بدي ابني عضل، لانه اذا بنيت عضل بيصير دهون لا هلا العضله اساسا هي العضله عضله والدهون دهون، والعضله هي اكثر كثافه من الدهون. فما في شيء بيتحول لشيء، بس اللي بيصير بعد ما نبني عضل وكذا، لما بنترك من الطبيعي انه ما عاد في شيء محفز للعضله، ان كان كمواد او كغذاء او كلعب رياضه، فما في شيء محفز، بتصير العضلات رخوه، بتصير تكتلات الدهون حوالين العضله، ما عاد في هي الشيء بالقوام اللي كان واضح. سوى ما بيزيد الوزن، هو بيرتخي الجسم، بالاضافه حسب بقى نوعيه الاكل وكذا، اذا كان مفكوك الريجيم مع الرياضه فهو اجباري حيصير في دهون فوق العضله، اما ما له علاقه ببنيه العضل بانه هي تتحول لدهون او مرتبطه بالدهون. ومو شرط تسمن، ممكن تضل على نفس وزنها بس مو بالقوام نفسه اللي هي كانت بيلعب الرياضه مع النظام الغذائي اكيد. طيب كوتش، بالختام نصائح سريعه على كل الصبايا والسيدات المقبلين على الدخول عالم الرياضه وما عندهم وقت كثير، يعني بعض النصائح بالاضافه للنظام الغذائي الصحيح اذا فينا نقول. هلا مثل ما حكينا ببدايه الحلقه انه مندور على الحافز النفسي اللي نحن بنحبه،
هلا انا كثير كنت انصح بالرقص، في صبايا ما بتحب الرقص، انصحهم مثلا بالمشي او الجري السريع، مثلا حركات ايروبيك خفيفه الصبح مع احماق طبعا ببدايه اللعب، احماق بسيط للعضلات، تهيئه للعضلات كامله، بعدين بلعب كل يوم لعضلتين معينين او ثلاث عضلات يوم عن يوم، انا اجباري بدي اغير كرمال راحه العضله. يعني قد ما كان ما عندنا وقت، بعتقد النص ساعه ببدايه نهارنا اذا فقنا بكير شوي اكثر هي ما راح تضرنا، اذا ما كان في وقت طبعا للنادي، واذا كان في وقت للنادي فبيكون هو كثير ممتاز، لانه فعلا النادي هو عالم ثاني يعني بحياتنا. انا هلا صار لي فتره اخذ اجازه من شغلي، حاسه حالي ضايعه بالي مسدى انت ارجع، فراجعه بشوق بكره ان شاء الله يعني. ووجه تحيه لنادي معلق اكيد. بدنا نشكرك نحن كوتش، شكرا كثير لك، والرياضه هي حياه أكيد. حتى لو يمكن دقائق قليله هي بتنشط لنا، وخاصه ان يعني العامل النفسي، الرياضه كثير بتدعم العامل النفسي. شكرا كثير لك كوتش. شكرا لكم. شكرا لك كوتش، كنا سعيدين بوجودك. شكرا كثير.